صلى الله عليكم سماحة الوالد، تقول السائلة: وهل يجوز لبس العدسات الملونة من غير ضعف في النظر ولكن للزينة؟ لا، للزينة لا، وإنما تلبس للحاجة، ضعف البصر أو وجع العينين، إذا نصح به الطبيب، إذا نصح بها الطبيب تلبسها. أما للزينة فبقى عينيها أجمل، إلا إن كان في عينيها عيب وتشويه فتسترها بالعدسة لا بأس، إذا كان فيها عيب أو تشويه أو مرض فإنها تلبسها. أما إنها سليمة وعينها جميلة ولكن تريد أن تغير خلق الله فهذا لا يجوز. نعم.